بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 53 من دروس قراءتي وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا زلنا في الباب الذي عقده الإمام في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ووصلنا إلى قوله: وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أمسى، يعني دخل في المساء، وأصبح دخل في الصباح. طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقال له ابن أم عبد، أسلم، كان رقمه في الإسلام 6، من أوائل من أسلم. طبعاً وقصة إسلامه قصة طريفة. كان يرعى الغنم في شعاب مكة، ومر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر في بداية الدعوة، فقال النبي لعبد الله بن مسعود، ملقب في أوساط مكة ابن أم عبد: في عندك شوية لبن؟ قال: والله ما في، يعني كأن الشياه محلوبات. قال له: طب في عندك شاة عجفاء، يعني ما بتطلع حليب؟ قال له: في. فمسح النبي على ضرعها ودعا دعا دعا دعا، فنزل منها اللبن يعني بكمية كبيرة. جاب وعاء، شرب النبي، شرب أبو بكر صلى الله تعالى على سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. استغرب عبد الله بن مسعود، قال: يا محمد، علمني من هذه الكلمات. فقال له النبي: إنك غلام معلم. طبعا وهو أول من جهر بالقرآن في مكة على مسح، قال: القرآن ما حدا سمعه لقريش؟ هو طبعا كان الأصل إنه واحد له عشيرة تحميه، هذا عبد، كان الأصل إنه الذي يقرأ القرآن واحد مثل حمزة، مثل سيدنا عمر، ما حدا يقدر يقحمه. لكن إجى سيدنا عبد الله قال: أنا، قال: إني أخاف عليه. قال النبي: قال: أخاف عليك. فقرأ القرآن على مسامع قريش، قالوا: إيه هذا ابن أم عبد يتلو بما جاء به محمد. فتكالبت قريش عليه فضربوه وأوسعوه ضربا، المهم حتى قطع أبو جهل إذنه، فجاء إلى الرسول وبيده أذنه، شوف شو عملوا فيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، استغرب عبد الله بن مسعود، واحد جاي إذنه مقطوعة تضحك. دارت الأيام، وفي معركة بدر يجرح غلامين أنصاريين، بيجرحوا أبو جهل، بيرموا أرض،
بعد المعركة بتفقد عبد الله بن مسعود، فإذا بأبي جهل الذي كان يعذبه، فوضع رجله على صدر أبي جهل، فقال أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ مين اللي انتصر؟ قال: الله ورسوله وأخزاك الله. فقال أبو جهل لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني حتى مش راعي، رويعي، شوف الكبر. الله يجيرنا، الله يعيذنا من داء الكبر. فحز عبد الله رأس أبي جهل وجاره، قد رأس الثور لا تأخذون يعني، فجاره إلى النبي، فضحك النبي، ذكر عبد الله بن مسعود، قال له: أذن بأذن والرأس زيادة. المهم يروي سيدنا عبد الله بن مسعود قال: كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. طبعا أمسى الملك، ما هو الملك دائما لله، ما بده يمسي الملك، يعني ما بصبح ولا بمسي، المراد وأمسينا معترفين أن الملك لله. إيش معناها؟ أمسينا وأمسى الملك، الملك أمس يمسي ويصبح ويظهر ويعشي ويغرب، كل في كل الأوقات الملك لله. والمراد أمسينا مقرين ومعترفين ومؤمنين بأن الملك لله. طبعا في ملك وفي ملك، أنا أملك هذا الماء المايك أو هذا اللابتوب أو هذه العصا، فأنا مالك، أنا مالك، بينما الملك من الملك. طبعا كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. طيب الله ملك ولا مالك؟ ثنتين. ولهذا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، حفص وعاصم قرأ مالك يوم الدين، ونافع ملك يوم الدين، فالله هو الملك وهو المالك. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله أي دام الحمد لله وليس لأحد غيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا دعاء جميل عند المساء بعد المغرب، هذه الأذكار التي قالها الإمام النووي معظمها تقال بعد المغرب، أذكار المساء، وأذكار الصباح متى تقال؟ بعد الفجر. قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد أي دام الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، يعني زيادة، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، يعني أسألك أن تقدر لي خير ما قدرت لعبادك المؤمنين في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، أي من شر ما قدرته فيها وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل. إيش معنى الكسل؟ هو التقاعس والعجز عن فعل شيء مع القدرة. بسم الله. قاعد على التلفزيون، قوم صلي. والله متكاسل، قاعد بيقدر يصلي، مش مكرسح، مش مريض، مش مقعد، بيقدر يقوم. فالكسل بخلاف العجز، العجز عدم القدرة على فعل الشيء، الكسل عدم الفعل مع القدرة على الفعل. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. طبعا في هذا الحديث النبي استعاذ من الهرم، المراد من شر الهرم، لأنه في حديث آخر بقول: خيركم من، مين بكمل الحديث؟ من طال عمره وحسن عمله. فالهرم إذا كان صحتك معك وعافيتك معك وذاكرتك معك، هذه نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويغبط صاحبها، لأنه كل ما زاد في العمر كل ما زادت طاعته وأذكاره. لكن هنا المعنى: أعوذ بك من الكسل والهرم، أي شر الهرم وسوء الكبر. طبعا سوء وردت سوء وسوء بالقرآن الكريم كمان، سوء وسوء نفس الشيء. سوء الكبر اللي هو الهرم، احنا قلنا انه الهرم مش المراد به الهرم اي هرم، لا،
وإنما شر الهرم. طبعا سوء الكبر جاء الحديث في روايتين، رواية سوء الكبر والرواية الأصح رواية، الثنتين أجن الأصح رواية، وسوء الكبر يعني أن أرد إلى أرذل العمر فلا أعلم بعد علم شيئا. تلاقي مقعد مع زهايمر عالي على أبنائه، حتى أنه بعض أبنائه بصير يعني يستعجل خلاصه، هذا هو سوء الكبر. طيب، في عندنا قاعدة عند العلماء بتقول التأسيس مقدم على التأكيد. إيش يعني التأكيد وإيش يعني التأسيس؟ التأسيس يعني أنك تبدأ كلام جديد، التأكيد أن تؤكد كلاما سابقا قلته. واحد بيحكي لزوجته، هي علماءنا كانوا يقولوا، ما يقول أنا بالدرس بقولش أنت طالق، أنا بحكي مع مرتي، لا بقولوا هي طالق. فواحد بيحكي مع زوجته بقولها هي طالق طالق. طيب الطلقة الأولى واقعة بالإجماع، واحد بيقول له مرته أنت طالق، هاي واحدة. الآن الثانية بيقولوا عمو أنت لما قلت طالق فهمنا قصدك. طيب الثانية قصدك تأكد الأولى ولا قصدك أنك بدك تطلقها مرتين؟ إذا قال تأكيد بنقوله خلاص، كم طلقة هذول الثنتين؟ واحدة. إذا قال لا أنا بدي أطلقها مرتين، هذا اسمه تأسيس. القاعدة بتقول التأسيس. طيب الآن لنفرض أنه قال والله أنا ما انتبهت، ما بعرف، لما قلت طالق طالق قلتها هيك بدون ما يكون ببالي شيء. هنا العلماء قالوا التأسيس مقدم على التأكيد، لأنه كلام العقلاء منزه عن العبث، كل كلمة تحكيها محسوبة عليك. الآن هنا لما الرسول قال أعوذ بك من الكسل والهرم، الهرم عرفنا يعني سوء الهرم، طيب أو شر الهرم. الآن وسوء الكبر، سوء غير راح، وشر الكبر نفس معنى، إذن تأكيد. لكن ابن حجر العسقلاني بيقول لا، إذا كان المراد سوء الكبر، الكبر المراد به غمط الناس والتعالي والطغيان عند النعمة، هذا هو الكبر. تمام المعنى إن نقول سوء الكبر يعني أن تستعيذ بالله من شر الهرم ومن شر الكبر. على أي حال الروايتان صحيحتان، جاءت منهما الأحاديث، والمعنى الأفضل أكمل أن نقول سوء الكبر. بس على كل حال قلت سوء الكبر قلت سوء الكبر كله جائز. أعوذ بك من عذاب في النار، ليش ما قال أعوذ بك من عذاب النار؟ عذاب النار معرف، بينما عذاب في النار نكرة، المراد إنه أدنى أي عذاب في النار أعوذ بك من. هذا التنكير يفيد العموم، يعني كل عذاب، أي عذاب صغير كبير، يعني مجرد شوفت أهل النار بتغث البال أعوذ بك منها، بس الشوف المنظر. طيب قال وعذاب في النار وعذاب في القبر، من عذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك، بس ما بقول أمسينا، شو بقول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، بكمل الأحاديث كامل. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. وإحنا الآن نقول أمسينا وأمسى الملك لله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي، مين يروي؟ أبو هريرة. سيدنا ابن حجر العسقلاني بيقول بحبشت في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي كتب السنة، أدور على اسم هذا الرجل ما لقيت رجل، ما أعرف يعني، لم تروي لنا الروايات من هو هذا الرجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني معنى شو بقول ما لقيته؟ ولقيه،
يعني قصدي يقول والله شو بدي أحدثك يا حبيبي يا رسول الله من هاللدغة، عقرب بنت أبصر إيش لدغتني طيرت طبان عقلي، هيك معنى الكلام. ما لقيت، يعني ما أحدثك عما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. هاي كلمة لدغة زمان كانوا يكتبوا بدون نقاط، فهي لدعة ولا لذغة ولا لدغة ولا لذعة، أربع كلمات. العلماء بيقولوا الدال والغين عليه النقط الثنتين أو ما عليه النقط ما ورد لا في قاموس القواميس العربية ولا في القاموس لسان العرب ولا غيره، يعني لدعة ما في. في قالوا لذغة، بعضهم يقول لذغة بمعنى لدغة، لكن كمان مش صحيح. الكلمة جاءت أكثر استعمالها في لذعة ولدغة. لدغة بمعنى قرصة، لدغة لدغة عقرب، ولذعة بمعنى لذعة النار، لذعته النار أو لذعه الحب بناره أي كواه. فهنا لدغة اللي هي القرص. طبعا شو بفرق لدغة، خلينا شيء له سم. طبعا يقولون إنه اللدغ يكون بالفم واللسع يكون بشيء آخر، ما علينا، قريب اللدغ قريب من اللسع، وهو غالبا ما يطلق لدغ الأفعى ولدغ العقرب. فبقول له ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، البارحة بطلقوها عن أمس. طبعا في فرق بين بعضهم يفرق بين بارحة وأمس، يقول لك إذا كان قبل الظهر أمس، وإذا بعد الظهر بارحة، ما لنا امبارح، امبارح اللي هو امس نفسه، خلينا على نفس. قال هذا الرجل جاء يشكو الى النبي من لدغه هذه العقرب، يقول له يعني لو تشوف لو تحس او لو تعلم ما اصابني من هذه العقرب. فقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، احفظوا هذا، هذا مجرب وحدثني بعض مشايخي، قال كنت يوميا اقرا هذا الحديث يوم نسيته. بتعرفوا هذا الحكي استاذ حدثني اياه قبل 40 سنه، كنت بالمدرسه. قال يوم قالت للمراه افتح لي شوال الطحين، وزمان كانوا ما في يخبزوا بالبيوت وشوال طحين، كل واحد عنده شوال طحين. قال قلبت شوال الطحين نسيت اني ادعو هذا الدعاء، والله قال رفعت شوال الطحين بدي افتحه فاذا بالعقرب تحت لدغتني، تذكرت الدعاء. فشو بقول؟ قال أما لو قال أو لو قلت، يحكي مع هذا الرجل، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات. إيش هن كلمات الله التامات؟ دور على إشي تام، دور على إشي تام موجود بهالكون، إيش إلا كلام، يعني كلام تام إيش هو؟ القرآن الكريم. ولو قال أعوذ بكلمات الله وبس، كلمات الله في أقدار الله وشؤون كل يوم هو في شأن وتدبيرات الله كلها بمشي، لكن لما قال التامات ولا يأتيه الباطل، طبعا التامات الخاليات من الخلل والعيب والنقص. ما الكلام الذي يوصف بالتمام؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة عندهم القرآن مخلوق ولا بس بنقول كلام الله؟ ايش يا شيخ؟ كلام الله. البيهقي يقول عن احمد بن حنبل هذا دليل على ان القرآن ليس مخلوق، لان النبي لا يستعيذ بمخلوق. النبي صلى الله، لما قلنا المعتزله بيقولوا كلام الله مخلوق، اذا هنا لما قال اعوذ بكلمات الله اذا استعاذ رسول الله بمخلوق، والنبي ما يستعيذ بمخلوق، فدل على أن الكلام صفة أزلية لله سبحانه وتعالى لا توصف بالمخلوق. لكن إحنا كلامك أنت لفظك هذا مخلوق، أنت اللي بتحكي يعني. قل هو الله أحد، هذا اللفظ اللي أنا بحكي مخلوق، بينما أصل كلام الله صفة الكلام في الله ليست مخلوقة. استدل أهل السنة كما قال أحمد بن حنبل لما ناظر جماعة المعتزلة، قال الدليل من الأدلة على أن القرآن ليس مخلوقا أن النبي
لا يستعيذ بمخلوق، وهنا قد استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات، دائما تعود بعد المغرب قولها 3 مرات وبعد الفجر قولها 3 مرات، شو بيجيك النتيجة؟ قال لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي هذه العقرب لم تضرك. ذكره مسلم متصلا بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، وهكذا وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3. حديث مسلم ما في 3، لكن رواية ابن السني 3. لم يضره شيء، لم يضره شيء. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من شر ما خلقت. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فأكسهم، عالة فاحملهم، اللهم سدد رميهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم لا تذر على أرض فلسطين من اليهود والكافرين ديارا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وامنحنا أكتافهم واجعلهم غنيمة لإخواننا المؤمنين، اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى وارزقنا شهادة على أبوابه، إنك كريم سميع مجيب. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.